طيب انا عارف انها مش مسؤوليه الناس اللي بتحب الشتاء، بس يعني مبقاش انا لسه اكل مسجاب ميه ومش لاقي مواصلات ومروح ماشي، وافتح الموبايل الاقيك منزل لي بوست بتقول لي فيه لحاف 180 سنتي وبدقن، لحاف يالا اللي 180 سنتي وبدقن، لا ما تحترمي نفسك يا بنتي. وبعدين الشتاء يقول لك نحتسي القهوه، نحتسي القهوه دي حضرتك لو انت ساكن على البحر شايف المطر من ورا الازاز، غير كده ما اسمهاش احتساء قهوه، اسمها تشرب قهوه، تدفح قهوه، شغل فيروس السيف عادي، محدش هيقول لك حاجه حبيبي. الانفاق كلها مقفوله والكباري عليها ميه ومفيش مواصلات، وتلاقي ده جماعه الشتاء هح، ما انت قاعد في البيت يلا مش حاسس بحاجه، ما انت قاعد في البيت يلا ومش عامل اي حاجه وعمال تشرب لي نسكافيه، اكيد هيبقى هح يلا، اكيد هيبقى هح، لكن انا طالع عين اهلي. تلاقي برضه طلعت كوبري سيدي جابر، مش دي مش طلعت كوبري سيدي جابر، دي لابسين كوبري سيدي جابر والله العظيم. اجد عامله يعني يبقى عاجبك منظري وانا ماشي كده ببتاع عامل شبه الكازلك عشان المايه ما تخشش جوه البنطلون، يبقى عاجبك منظري، بتحب انت منظري ده؟ مروح والدنيا مبلوله ومبلول ونصك التحتاني اصلا يعني نص هدومي مبلوله تمام، ومش لاقي مواصلات ومروح ماشي، وتلاقي واحد تفتح الفيس يقول لك اهلا بالشتاء، اهلا بالشتاء ايه يالا؟ بعدين ماله السيف؟ ماله السيف؟ شو ريكسونا ب 20 30 جنيه نهينا الموضوع، لكن ده ما ينفعش معاه حل خلاص. طب الناس اللي هي بتحب الشتاء دي والله عايز اسالها سؤال، هل انت عمرك شربت القهوه، لا اسمها احتسيت القهوه على انغام فيروز يا عسل، وانت يالا انت هتزيد عليا يالا ده انت بتدفع اشتراك النت بالعافيه، هتيجي تقول لي بحتسي القهوه على انغام فيروز؟ اقسم بالله ما حصل، والله العظيم عمرك ما عملتها، بس بتزيد وخلاص. رساله لامي، ابوس ايديكي بكره ما تعمليش عدس، بالله عليك يا شيخه ما روحش عليكي بتقول لي انزل هات لي عدس.